إذا لبنان عمره 75 سنة ما عندي شيء أبداً قل له إياه، عندي شيء بركة اسمع منه هو مش أنا قل له إياه. 75 سنة بعمر وطن هو طفولة، بعده بعمر الطفولة، بعده عم يتعلم، بعده عم يكبر، وهيك أنا بقدر سامح كل شيء صار. بقول له ما يحضر عيد ميلاده، يوقف يحتفل بعيد ميلاده قبل مولاده اللي كتير 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 طلعوا مش مهذبين، يتعلموا كيف يكونوا عيلة لحتى يحتفلوا بعيد بيهم بالطريقة المضبوطة. هالشخص هيدا أنا بدي أقول له رزق الله لما كان عمرك 20، لأن ما عجبني بالخمسة وسبعين. تفكر قديش عطاني وبتشكره على اللي عطاني إيه. إنما بالوقت الحاضر مثل ما عم نشوف ما كنا أوفية للي عطانا إيه، ما إمنا بالواجب تجاه لبنان. صراحة ما كنا نحن وصلنا لهون إذا ما كنا خلقانين بهالبلد. خلينا كتير نكون ريزيلينت، قاسين، نقدر نتحمل عدة قصص، وخلينا دايما نكون بوزيتيف. إذا لبنان حدا عمره 75 سنة بقول له إنه قد ما تكبر رح تضل شاب مليان حياة، ورح نضل نخلق أشياء حلوة سوا. رح قل له رح نبقى معك، رح نضل حدك حولك، رح نضل نرقص نعمل مهرجانات وفن وثقافة. أنا بقول له انغرمت فيك من بعيد، لما نجيت وتعرفت عليك عرفت إنه منك بيرفكت، بس هيدا الانبرفكشن اللي خليتني انغرم فيك أكتر، لأن عندك كاريزما غير من أي حدا بعرفه بهالدنيا. إذا كان لبنان شخص عمره 75 سنة بدي أقول له إنه نحن كأحفاده بنقعد ونروح نعمل شغل أحسن بكتير من أولاده. أكيد ضل معه وبتعلم كل شيء منه، خصوصاً كيف واحد يأكل، كيف واحد يحافظ على أولاده وعلى العيلة تبعه، كيف بيحافظ على بلده، هذا أهم شيء بالنسبة لي. رح أقول له ميرسي عن جد من كل قلبي، لأنه بعدني مذكر شيء صار بباريس. مرة عم بيعملوا معي انترفيو عم بيقولوا لي إنه أنت من وين؟ قلت لهم من لبنان. وقف الانترفيور قال لي ما بقى عندي شيء أسألك إياه. قلت له ليه؟ قال لي you got it all. إذا لبناني you got it all.